Oh my god. ده حرفيا اغرب بلاشر شفته في حياتي كلها. What? Oh my god. دول الكولينج ووتر جيلي تنتس من ميلك، حرفيا عبارة عن جيلي بيتحط على الشفايف وعلى الخدود. انا مش قادرة اعبر لكم انا قد ايه متحمسة انه نجرب دول، لانه فعلا فعلا بقالي كتير قوي ما شفتش حاجة غريبة قوي كده في الميك اب. اوكي مش عارفة ليه اتصدمت من الريحة، تخيلت انه من شكله ريحته هتبقى جيلي فراولة، بس لا ابدا. مبدئيا كده ملمسه غريب، تحس انه هو مبلول قوي وعامل زي الجيلي حرفيا يا جماعة. مش عارفة ليه بس خايفة احطه من العلبة كده على طول على وشي لانه تنت، فمتخيلها هينشف بسرعة قوي. وهستخدم اللون ده اللي اسمه بيرست وهاخد شوية منه على الفرشة. اوه واو، اسمعوا الصوت جماعة، اللون خطير. واو مش عارفة ليه في دماغي قوي اني اجربه كده. اوه حلو قوي، اولا ساقع جدا على الوش. دلوقتي بقى خلونا نجربه على شفايفي. اوه ماي جاد جماعة، ساقع وملمسه حلو قوي على الشفايف. طبعا ما يبقاش اسمي روان لو ما جربتش التنت مع كلير جلوس. صراحة يا جماعة I'm obsessed.